نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بداية نتمنى لكم التوفيق والسلام، وهذا أول لقاء لنا من خلال هذه المنصة التعليمية للتعلم عن بعد. نرجو لكم من الله سبحانه وتعالى التوفيق والتفوق والتألق في سماء الوطن، نجمات كنجمات النظم كعهدهن. نتمنى منكم اتباع التعليمات الصحية، لأن صحتكم بتهمنا، والبقاء في البيت والدراسة من البيت. ونبدأ من حيث انتهينا في الغرفة الصفية، حيث تكلمنا وتناقشنا في المناعة المتخصصة، وتوصلنا إلى خلايا لها دور في المناعة المتخصصة. أول خلية لها دور مهم جداً في الخلايا في المناعة المتخصصة هي الخلايا الأكولة المشهرة، وهي خلايا أكولة كبيرة. وسبق أخذنا عن الخلايا الأكولة الكبيرة أنها تقوم ببلعمة مولدات الضد الغريبة. خاصية الخلايا الأكولة المشهرة أنها لا تبلعم فقط، بل تشهر مولد الضد الغريب المسبب للمرض، وذلك كجرس إنذار لباقي الخلايا المناعية المتخصصة لتبدأ بعملها. بداية تبدأ العملية بمولد الضد الغريب، تتعرفه الخلايا الأكولة وتقوم ببلعمته. عملية البلعمة الخلوية والإخراج الخلوي تم طرحها سابقاً في الصف التاسع وتعرفتم عليها، والآن نأخذ التطبيق العملي عليها في خلايا الدم البيضاء الأكولة الكبيرة. وفي الخطوة الأولى من خطوات عمل الخلايا الأكولة المشهرة الكبيرة أنها تبلعم مولد الضد الغريب. فبعد عملية البلعمة تتحد هذا الجسم المبلعم، يصبح داخل فجوة مع الجسم الحال، يسمى هذا جسم مبلعم الآن، يتحد مع الجسم الحال. كما درست سابقا في الصف التاسع، يحتوي الجسم الحال على أنزيمات تحلل المواد التي تعمل عليها، ومن هون إجا اسمه اسم حال. ترتبط وتتحد الجسم المبلعم مع الجسم الحال، فيبدأ الجسم الحال بإفراز أنزيماته على هذا الجسم المبلعم، وتبدأ عملية التقطيع والتفتيت والتحليل ليتحطم مولد الضد الغريب إلى أجزاء صغيرة. في الخطوة الرابعة نلاحظ، نقارن الآن بين مولد الضد، هنا قطعة واحدة كبيرة، ومولد الضد هنا في هذه الخطوة عبارة عن أشلاء، قطع متحطمة بفعل من؟ الإنزيمات التي أفرزها الجسم الحال. لا تكتفي الخلايا الأكولة المشهرة بتحطيم مولد الضد الغريب إلى أجزاء صغيرة، بل تقوم بإشهاره وإظهاره على سطح الخلية، اللي هي الخطوة رقم 5. بدنا ندير بالنا على الرسمة، ندرسها جيداً في سمي الأجزاء المشار إليها، أو ممكن الخطوة وما يحدث في هذه الخطوة، وضح ما يحدث في هذه الخطوة. إذا كان خطوة واحد من الرسمة بنقول بلعمة مولد ضد الغريب، الخطوة اثنين اتحاد الجسم الحال مع الجسم المبلعم، الخطوة ثلاثة بدء العمل، وهون التحطم. بدنا ننتبه إنه هون لسه في باقي، لاحظوا في باقي للجسم الغريب، هي واضح، لكن في الخطوة رقم 4 ما في قطعة واحدة كبيرة، هم عبارة عن قطع صغيرة، وما تبقى في الخطوة السادسة تتخلص منه بواسطة عملية الإخراج الخلوي. ننتبه لكلمة الإخراج الخلوي، كلمة البلعمة، لأنه هدول كلمات مروا معنا سابقا في الصف التاسع، لكن لابد من ذكرهم هون لضرورة العمل. الآن أشهرت الخلايا الأكولة
المشهرة الكبيرة، مولد الضد الكبير، ماذا ستفعل؟ هل ستبقى في مكانها؟ لا، ستتحرك للبحث عن خلايا لمفية تسمى تي المساعدة. تي المساعدة ليس أي تي مساعدة، هناك أنواع كثيرة من أنواع خلايا تي المساعدة. كل نوع من أنواع خلايا تي المساعدة يحمل مستقبل مولد ضد خاص به. في عندنا كلمة مستقبل مولد ضد، مستقبل مولد ضد، مستقبل مولد ضد. كل خلية تي مساعدة تحمل مستقبل مولد ضد مختلف عن مستقبل مولد ضد في خلايا تي مساعدة أخرى. ففي عندنا أنواع من خلايا تي مساعدة متخصصة بمولدات ضد معينة دون بمولد ضد معين، مولد ضد واحد دون غيره. فتبحث هذه الخلايا الأكولة، لاحظوا هون الرسمة كمان مرة، مولد الضد دخل، صار له عملية بلعمة، اتحد مع الجسم الحال، بدأت عملية البلعمة، ثم الإشهار، ويظهر عندنا هنا جزء من مولد الضد المشهر في هذه المنطقة. سترحل هذه الخلايا وتتحرك للبحث عن مولد، مستقبل مولد ضد الخاص بها الذي يطابقها في الشكل. لو افترضنا انه شكل مولد الضد المشهر كان بهذا الشكل، ستبحث خلايا الأكولة المشهرة على خلية تي مساعدة. تحمل مستقبل مولد الضد يلي شكله هيك حتى يتطابق مع شكل هذا، اسمه مستقبل مولد الضد. أين يوجد مستقبل مولد الضد؟ على سطح خلايا تي المساعدة. الآن لو كان عندنا خلية تي مساعدة أخرى، تحمل مستقبل مولد ضد بهذا الشكل، هل سترتبط مع مولد الضد الموجود هنا؟ لن ترتبط. لو افترضنا أن خلية تي مساعدة أخرى عندها مستقبل مولد ضد بهذا الشكل، هل سترتبط به؟ لن ترتبط. ستبحث خلية الدم البيضاء الأكولة المشهرة على خلايا تي مساعدة تناسب شكل مستقبل مولد الضد، خلايا تي مساعدة تحمل مستقبل مولد الضد يناسب مولد الضد المشهر. في هذا الشكل نلاحظ جزء من مولد الضد المشهر، مستقبل مولد الضد، مكان وجود مستقبل مولد الضد في هذا الشكل هو خلية تي المساعدة، مكان وجود مولد الضد المشهر هو سطح الخلايا الأكولة المشهرة. فور الارتباط بين مستقبل مولد الضد ومولد الضد المشهر، ستقوم الخلية الأكولة المشهرة بإفراز مادة تسمى سايتوكاينات. السايتوكاينات هذه مواد تحفز الانقسام. فلو اجينا نشوف بعد ارتباط الخلية تي المساعدة بمولد الضد المشهر اللي موجود على سطح خلايا الدم البيضاء الأكولة المشهرة الكبيرة،
ماذا سيحدث؟ ماذا ستفعل خلايا تي المساعدة؟ شو مطلوب منها؟ تعريفها: خلايا الليمفية تساعد على إتمام عمل. لاحظوا أنه بدأ الشغل مين؟ بدأ في القضاء على في عملية المناعة والتخلص من الجسم من مسبب المرض، بدأت الخلية الأكولة. الآن ستكمل من؟ الخلايا تي المساعدة فتتم عملها. أولاً سيحدث ارتباط بين خلايا تي المساعدة بمولد الضد المشهر كما درسنا في هذه الخطوة في هذا الشكل. ارتبطت. بعد الارتباط ستفرز الخلايا الأكولة المشهرة مواد تسمى سيتوكاينات. ما هو عمل هذه السيتوكاينات؟ هذه السيتوكاينات من النوع اللي عنده طاقة إيجابية، تحفز العمل، تحفز انقسام خلية تي المساعدة، زي كأنها بتحكي لخلية تي المساعدة: برافو عليكي، أنت شاطرة، هي ربطتي، يلا انقسمي، لأنك أنت لحالك ما بتكفي، لازم يكون معاك حدا يساعدك. فستنقسم خلايا تي المساعدة المرتبطة الآن والموجودة، ستنقسم خلايا تي المساعدة إلى نوعين من الخلايا: نشطة وذاكرة. الذاكرة لها شغل سنتعرفه لاحقاً، والنشطة ستفرز مادة كيميائية تسمى السيتوكاينات. كم مرة صرنا بنفرز سيتوكاينات؟ مرتين. لما الخلايا الأكولة المشهرة ربطت فيها الخلايا تي المساعدة أعطتها حافز، قالتها ممتاز انقسمي. الخلايا تي المساعدة مجرد ما أصبحت نشطة أفرزت سيتوكاينات. شو بتعمل السيتوكاينات؟ بتعمل أشياء اثنين: تتوجه إلى خلايا تي القاتلة وتحفزها على الانقسام. السيتوكاين وين ما يروح بده يحكي انقسم انقسم انقسم، سيأمرها بالانقسام لتكوين خلايا نشطة، قاتلة نشطة، وقاتلة ذاكرة. أيضا سندرسها لاحقا بالتفصيل. كما ستنشط السيتوكاينات خلايا بي. إذا السيتوكاينات المفرزة من الخلايا المساعدة ستنشط خلايا تي القاتلة والخلايا بي. أما السيتوكاينات المفرزة من الخلايا الأكولة المشهرة ستنشط الخلايا تي المساعدة فقط. ماذا سيحدث نتيجة هذا التنشيط؟ ماذا سيحدث في الخلايا تي المساعدة؟ وماذا سيحدث في الخلايا تي القاتلة؟ وماذا سيحدث في الخلايا تي المساعدة النشطة؟ فلنلاحظ الشكل ونرى. برضو بنبدأ من البداية: خلية أكولة، بلعمة، تحليل، إشهار، تفرز السيتوكاينات. السيتوكاينات الآن تنشط مين؟ السيتوكاينات المفرزة من الخلية الأكولة المشهرة تنشط خلايا تي المساعدة للانقسام. سينتج خلايا تي مساعدة نشطة وأخرى وأخرى ذاكرة. النشطة ستفرز سيتوكاينات. السيتوكاينات ستتوجه نحو، بداية راح تتوجه لمحلها، يا ما بتروح بي يا ما بتروح تي القاتلة. ستتوجه إلى الخلايا تي القاتلة. في الخلايا تي القاتلة ستحثها على الانقسام لتعطي خلايا تي قاتلة ذاكرة وخلايا تي قاتلة نشطة. خلايا تي القاتلة الذاكرة سنذكرها لاحقا، وخلايا تي القاتلة النشطة أيضا سنعرج عليها بالتفصيل. أما بالنسبة للخلايا بي نرجع للفقرة. الفقرة بتحكي تفرز الخلايا تي المساعدة نشط سيتوكاينات، تنشط خلايا تي القاتلة وتحفزها على الانقسام لتكوين خلايا تي نشطة وذاكرة كما يوضح الشكل. متوقع الشكل بيجي يا إما بيسألك بقيم الأشياء وسمي الأجزاء المشار إليها، أو ما وظيفة السيتوكاينات اللي هون، أو ما وظيفة السيتوكاينات اللي هون، أو ما وظيفة الخلايا كذا، بس ناخذها تكتبوها. بالنسبة للخلايا بي
خلايا تي المساعدة النشطة طبعاً بعد عملية البلعمة والتحليل والإشهار وإفراز السيتوكاينات إلها بتنقسم الخلايا تي المساعدة إلى نشطة. النشطة تفرز سيتوكاينات، السيتوكاينات اللي هي تتوجه إلى بي، السيتوكاينات من خلايا تي المساعدة النشطة إما تتوجه لتي وإما تتوجه لبي. إذا توجهت لبي بتنشط تي لتكوين خلية بي ذاكرة وخلية بلازمية، سنأخذ تفاصيلها لاحقاً. نيجي لخلايا تي القاتلة، هيك بنكون أنهينا خلايا تي المساعدة، يعني عرفنا شو دورها، والآن سنتعرف على خلايا تي القاتلة يلي نشطتها خلايا تي المساعدة. هي خلايا تهاجم الخلايا المصابة. إذن من بداية حكينا إحنا إنه جهاز المناعة إما أن يهاجم مسببات الأمراض وإما أن يهاجم الخلايا المصابة في الجسم حتى لا يتكاثر فيها مسبب المرض. بداية أول خطوة يجب أن تتعرف خلايا تي القاتل الناشطة مولد الضد المشهر على سطح خلايا المصابة بالمرض، وهذا يعني أن الخلية عند إصابتها كما درسنا سابقاً تشهر مولد الضد. أثناء مسير الخلايا تي القاتلة تتعرف على هذا مولد الضد المشهر، هاي أول خطوة. الخطوة الثانية بعد التعرف ترتبط به، إذا ارتبطت فيه مباشرة تفرز مادة كيميائية تسمى بيرفورين، تم دراستها سابقاً والتعرج إليها وعرفنا أنها تحدث ثقوب في الغشاء البلازمي للخلايا المصابة بالمرض. نحن ذكرنا البيرفورين لما شرحنا عن خلايا القاتلة الطبيعية. الفرق هناك في الخلايا القاتلة الطبيعية أن الخلايا القاتلة الطبيعية تقتل أي خلية مصابة بأي مرض، أما خلايا تي القاتلة فهي تهاجم وتفرز البيرفورين على الخلايا المشهرة لمولد الضد الغريب يلي هي بتحمل له مستقبلات مولد ضد خاص به، يعني هذه المناعة متخصصة. إذا أصبح عندنا ثقوب ماذا سيحدث في الخطوة التي تليها؟ ستدخل الأنزيمات، وتم التكلم عن الأنزيمات الحبيبية الخاصة التي ستحلل بروتينات الخلية مسببة موتها. ننظر إلى الصورة، الخلية تي القاتلة النشطة عندها تتعرف على الخلية المصابة من خلال مولد الضد المشهر الغريب، تتعرفه، تفرز، ترتبط بها، تفرز بيرفورين وتفرز إنزيمات حبيبية. البيرفورين يحدث ثقوب والإنزيمات الحبيبية تحلل الخلية المصابة ثم موتها، وهذه تسمى استجابة خلوية. خلوية لأن الخلية تقتل الخلية وتهاجمها، ترتبط بها وتهاجمها بشكل مباشر، ربما يعني عشان تحفظوا هذا الربط، لكن هي استجابة، الخلية تحللت الخلية المصابة. نرجع للصورة الأصلية إنه خلايا تي المساعدة تنشط خلايا تي القاتلة وتنشط خلايا بي. انتهينا من خلايا تي القاتلة وتعرفنا آلية عملها، الآن خلايا بي تساهم بفاعلية، والآن راح نشوف ما هي الفاعلية، وتتكامل مع خلايا مناعية أخرى، تتكامل لأنه هي ما بتقدر، يعني في الصورة اللي محطوطة عنا هي تعمل بعد أن تعمل خلايا تي المساعدة النشطة. نطلع على الصورة اللي هي نفسها اللي قبل شوي بزدنا عليها الإشي اللي لازم نعرفه. خلية تي المساعدة النشطة تفرز سيتوكايناتها إلى خلية بي فتنشط خلية بي لتكوين خلية، تنقسم وتتمايز لتكوين خلية بي ذاكرة وخلية بي بلازمية. الخلية البلازمية تنتج أجسام مضادة، والخلية الذاكرة ستبقى زي الذاكرة القاتل الذاكرة، والمساعدة الذاكرة سنعرج لاحقاً على عمل الخلايا الذاكرة. بالنسبة للأجسام المضادة تثبط عمل مولد الضد الغريب. الآن كخطوات في الفقرة بنقول تبدأ بالانقسام، تكون أعداد كبيرة من خلايا النوع نفسه. شو يعني خلايا النوع نفسه؟ يعني رح تهاجم نوع معين فقط من مولدات الضد. عندنا خلايا ذاكرة
وعندنا خلايا بلازمية. الخلايا البلازمية هي المسؤولة عن إنتاج الأجسام المضادة. لما يقول لك ما وظيفة الخلايا البلازمية؟ إنتاج الأجسام المضادة. بيجينا تعريف الجسم المضاد، إحنا بنعرف إنه مولد الضد هو بروتين، والجسم المضاد هو بروتين أيضا، يعني نفس الطبيعة، اثنين بروتينات. هذا البروتين ما بكون أصلا موجود في الجسم، لا، تنتجه الخلايا البلازمية. لماذا؟ وهي كلمة جدا مهمة، إنه أصلاً لم يكن أصلاً موجود في الجسم، هي تنتجه استجابةً لوجود مولد ضد معين بغرض تثبيطه. يعني الجسم المضاد الذي تكونه أجسامنا لمولد ضد معين، لمسبب مرض معين، لا يستطيع الدفاع عن الجسم ضد مولد ضد آخر. بكتيريا ألف عملنا لها جسم مضاد، لا يستطيع إنه يقاوم بكتيريا باء. الاستجابة المناعية التي تعتمد على إنتاج الأجسام المضادة تسمى الاستجابة السائلة. كثير عادي إنه وضح المقصود بالاستجابة السائلة، فهي استجابة مناعية تعتمد على إنتاج الأجسام المضادة. آلية عمل الجسم المضاد الحقيقة إنها محذوفة من التربية، فإحنا ما رح نتطرق إلها. في عنا سؤال هون وضح لنا الاستجابة المناعية عشان نعرف أهمية الخلايا الذاكرة. الآن اللي بدنا نعرفه الاستجابة المناعية موجهة. لما درسنا عن الاستجابة المناعية الطبيعية حكينا عنها فطرية غير موجهة. شو يعني موجهة؟ قادر على تمييز مولد ضد الذي سبب الاستجابة. ليش سبب الاستجابة؟ لم يكن أصلاً موجود عندنا خلايا بلازمية تنتج هذا النوع من الأجسام المضادة قبل التعرض لمولد الضد، فإحنا أنتجنا أجسام خلايا جديدة وأنتجنا مواد جديدة. السيتوكاينات أصلاً ليش أنتجناها؟ لأنه كان في مولد ضد ارتبط، وبالتالي في عندنا مواد تم إنتاجها كاستجابة، مواد وخلايا تم إنتاجها استجابة لدخول مولد الضد الغريب. من هون بنحكي تتميز بأنها موجهة، تميز مولد ضد الذي سبب الاستجابة، وبتعمل خلايا ذاكرة. خلايا الذاكرة تميز المولد ضد إذا دخل مرة أخرى مباشرة، والفكرة الأساسية من خلايا الذاكرة إنها في المرة القادمة تعمل على نحو أسرع. نشوف الشكل. الشكل بفرجينا إنه إحنا في عنا إصابتين، الإصابة الأولى والإصابة الثانية، نفس مولد الضد إحنا تعرضنا له، نفس مسبب المرض تعرضنا له مرتين، مرة اليوم ومرة بعد سنة. المرة الأولى بتكون استجابة مناعية أولية، والمرة الثانية بتكون استجابة مناعية ثانوية. هاي مكتوب لنا هون ما المقصود بالمناعة، الاستجابة المناعية الأولية، ما المقصود بالاستجابة المناعية الثانوية. الآن إذا بتلاحظوا تركيز الأجسام المضادة، هاي وين تركيز الأجسام المضادة أكثر؟ تركيز الأجسام المضادة أكثر في المرة الثانية للاستجابة للتعرض للمرض، وليس في المرة الأولى. في المرة الأولى رح يأخذ معنا وقت بدء إنتاج الأجسام المضادة، بينما في المرة الثانية سنبدأ مباشرة بتكوين الأجسام المضادة نظراً لوجود الخلايا الذاكرة. فالخلايا الذاكرة B ستبدأ مباشرة بإنتاج الأجسام المضادة، الخلايا القاتلة T ستبدأ مباشرة، الذاكرة T القاتلة ستبدأ مباشرة بمهاجمة الخلايا المصابة، الخلايا المساعدة الذاكرة ستبدأ مباشرة بتكوين السيتوكاينات. في عنا بالشكل مطلوب منكم تقارنوا بين الاستجابة المناعية والاستجابة المناعية الثانوية من حيث تركيز الأجسام المضادة، أيهما يستغرق وقتاً أطول، وبحب ترجعوا لإجابات الأسئلة اللي موجودة بين إيديكم وزعنا لكم إياها، ترجعوا لها وعشان تشوفوا الشكل وتشوفوا الجواب، إحنا جاوبناه بالشرح لكن ارجعي له. ويعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.